سخر عليكم متابعينا، كل سنة وانتم طيبين، جمعة مباركة. سندوتش بطاطس بيدفي السعان في الشتاء زي ما انتم شايفين يا جماعة. النفحة دي نفحة بتتعمل كل يوم، بتتعمل كل يوم جمعة يا عم محمد، كل يوم شغال، كل يوم يا جماعة. النفحة دي شغالة 24 ساعة لعباد الله. وخدوا بالكم من كلمة، وخدوا بالكم من كلمة عباد الله، ان هي تتوزع فعلا على عباد الله. اي حد واقف بياخد سندوتش البطاطس. سندوتش البطاطس ده يا جماعة كل يوم واقف الراجل الجميل ده مع عم ابو المعاطي مع زوجته، وبيعملوا سندوتش البطاطس الجميل ده هو والناس الجميله اللي واقفه دي كلها، عشان خاطر يوزعوها على الناس الجميله اهلنا. انا معاكم محمد فتحي، عايز اديكم جوله كده بس في المكان اللي بيحصل. احنا بس نخش جوه. زي ما انتم شايفين يا جماعه المكان ده واقف فيه، اسم حضرتك ايه؟ عم سالم بيقف هنا يا جماعه، بيعمل البطاطس الجميله اللي انتم شايفينها دي. تمام، كل يوم يا عم سالم بتقف تعمل البطاطس دي، كل يوم جمعه. بتقف تعمل البطاطس دي انت؟ بنقف هنا، المكان هنا بتاع محمد صلاح ولا ابو حسن. المكان هنا بتاع محمد ابو المعاطي، هو المسؤول، بس احنا بنقف نساعده. بنقف نشتغل، بنقف نساعده كده لله بدون مقابل؟ لا الحمد لله، مقابل من عند ربنا، احنا مش عايزين حاجه. الله عليك، الحمد لله. الله عليك، بتعمل بقى البطاطس دي كده، انت واقف بتحمرها كل يوم. هنا البطاطس دي على كل لحمه. وهنا الناحيه الثانيه الحاله دي فيها ايه؟ فيها لحمه. بتوزعوا بطاطس ولحمه؟ يوم الجمعه، يوم الاحد بنوزع فول نابت ولحمه. يوم الاحد فول نابت؟ مين بقى اللي بيمول اهل الله؟ اللي ربنا بيقدره على شيء بيجيبه، بيبعته. مفيش حد معين. بتشبع بطن الفقير والغني ولا كله ولا ايه؟ كل بياكل، اي حد عاوز بياكل. مفيش حاجه اسمها غني وفقير، بياكلوا مع بعض هنا غني وفقير. الناس بتاكل. كل واحد مثلا بيجي نصيب في لقمه بياخدها، سواء لحمه سواء بطاطس سواء اي شيء، نصيب في حاجه بياخدها. عليك عم سالم. عم سالم يا جماعه واقف هنا بي 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 بيعمل الاكل الجميل ده لوجه الله تعالى، مش ما بياخدش مقابل على مجهوده ده.